بابل. قلت راه فيه خلايا يعني دي سيلول انديبوندونت، يعني كل ما الواحد السيلول هذيك تخرب البنو تورن توجور. قلت له ما تغلطش، اذا كان يموت واحد راهم 10 يستناو في الباب، قال باش ناخذ المسؤوليه نتاعو سواء كان وزير ولا مدير، والناس راه تدز في بعضها. قال ما تغلطش حتى رئيس. قلت له ما تغلطش يعني. لا حبيت يعني نقول له بتعبير ربما اللي يفهمه وفكاهيه وفيه نقد، قال لي النظام نتاعنا مبني على الصح، مبني على العمال، مبني على الفلاحين، مبني على الشعب. انا هذا الاعتقاد نتاعي. ولما تازمت الامور قلتها لواحد الصحفي، قلت لنا على الثوره هذه اللي ما تقدرش تثبت، انا ثوره اللي ما تقدرش عرفت توقف وتقول راني اللهم نعالبوها ثوره. هذه ربما كنت نقولها كلمه الخلاصه، نعالبو الثوره هذه، واسمحوا لي التعبير، اللي ما تقدرش توقف وتقول راني اللهم، راني اللهم نتحدى كل الناس. نعم الثوره ماهيش غير خبز بك، الثوره ماهيش غير خبز، الثوره ماهيش غير منشآت، الثوره ماهيش غير مدارس، الثوره ماهيش غير طرق، الثوره ماهيش غير تسير ذاتي، الثوره ماهيش غير تسير اشتراكي، الثوره ماهيش غير على كل حال العلاج بالمجان، الثوره ماهيش غير الاستقلال، الثوره هي اعمق من هذا، الثوره كذلك هي مبادئ وبالخصوص كرامه، الثوره ما يخصهاش حتى راسها، الثوره ما يخصهاش حتى راسها. ونقول لكم للتاريخ أن الثورة اللي تحط راسها ما يكونش على راسها. للتاريخ هذه. الثورة اللي تحط راسها أنا ما نقدرش نكون على راسها الثورة دي. ما نقدرش أبدا. الثورة اللي تركع لا. لأن احنا كلنا كرامة وكلنا الجيش نتاعنا الجيل نتاعنا لازم يعني يواجه كل الحالات. علاش نقول الكلام هذا؟ كل الكلام هذا مانيش باغي نروح بعيد يعني في الحديث نتاعي لهذه المناورات الداخليه الخارجيه والحسابات الفارغه. الحسابات الفارغه لان ما عنديش كل المعلومات. ما عنديش كل المعلومات وماهوش من العاده نتاعي نقول لكم الكلام اللي ما نقدرش نثبته بالحجج المادي، يعني فيه نوع من التآمر الخارجي. اقول نوع من التآمر الخارجي. من الناحيه الداخليه ما عندناش مشاكل. ما عدا المشاكل راكم عايشينها اليومين اللي كنت تكلم عليها كعرف، قال خصت البطاطا وخصت الزروديه وكذا والموظف الفلاني ولا كعرف الوزير الفلاني، ما عدا المسائل هذه اللي هي بالمشاكل اليوميه ما عندناش مشاكل داخليه، لكن فيه نوع من التكالب الخارجي. نوع من التكالب الخارجي لان الجزائر هذه باقيه صوت. يعني تمثل صوت في العالم الثالث. وضرب الجزائر. ضرب الجزائر أو الثورة الجزائرية تنجر عليها انعكاسات خطيرة في إفريقيا وفي العالم العربي. ومعناه إذا كان الحالة تحلت في إفريقيا وفي العالم العربي هي مجموعة العالم الثالث عدم الانحياز اللي كان ميت. واش كان عدم الانحياز قبل مؤتمر الجزائر؟ مرة وقعت الاجتماع في لوزاكا 4 سنين قبل، حتى الصحافة ما سمعتش به. ما نتكلموش على الشعوب. اذا المقصود هو هذا. المقصود على كل حال بكل هذا الامور وهذه الحركات وهذه يعني المناورات هو الجزائر تمثل شيء. والجزائر تمثل صوت. في العالم العربي فيه عاصمتين يعني كو دو كابيتال دون الموند العربي. لوكيري الجي. يعني كو دو كابيتال. لوكير اي الجي. القاهرة والجزائر، القاهرة راه واقعة عليها السيطرة. الباقي الجزائر نحاول باش كيفاش نكتفها. كيفاش على كل حال نكتفها وكيفاش أما الباقي واش كاين على كل حال، مع احترامي لكل الإخوة. ماهوش نوع من الكبرياء، لكن انا نقول الشيء اللي نفكر فيه تحليل الخاص. العربيه السعوديه اغنى بلد في العالم العربي، ولكن العربيه السعوديه بالنسبه لي في المرحله الحاليه
هي برميل كبير انت على البترول وصندوق كبير انت على الدولارات، وهذا ما يعملش ما يمثلش كل شيء. الباقي يعني الكويت والامارات وكذا او سوريا او حتى اللي ما يعملش للوزن، لكن فيه شيء يعني في هذيك النوعية التاريخية للجزائر من الشعوب اللي حاربت بسلاح واستقلت، اللي هي تندرج في الخط الكبير هذا الطوري بتاع العالم الثالث بعد الحرب العالمية الثانية، اللي يسمى فيتنام وتسمى الجزائر وتسمى كوبا، هذه البلدان اللي يعني حررت نفسها من الاستعمار وحتى يعني من الصراع الداخلي بحد السلاح وفرضت ثورة او هي بطريق بناء ثورة. واذا كان نتكلم على هذا التكالب الخارجي، وانا بديت راكم تشوفوا مرة الانسان ينتقل من نقطة الى نقطة، في نفس الوقت مثلا اللي ملك المغرب عامل هذا حكاية مسيرة الاحتلال، نوجد مثلا اخونا الامبراطور نتاع قرطاج عمل لي كل يوم تصريحات، وانا فلان قال لي وفلان قلت له وقلت الملك المغرب ما تدخل. واخطر من هذا في الصيف اللي مضى كان بعث ولده فين يقول له الوالي نتاع النابه باش يعسي، اذا كان جاو دولك على النابه دبر راسك انت. اذا كان الصيف اللي فات كان بعث ولده الملك المغرب يقول له روح ادخل الصحراء، واذا كان عندك قيمه اكثر من تاع الجزائريين هذه الفرصه باش تهنينا منها. سي الحبيب الكبير بعث الحبيب الصغير الملك المغرب. ربما هذه المعلومات تكون غير صحيحه، ولكن تقديري انا انها على الاقل صحيحه اذا كان ماهوش 90% على الاقل 80%. هذا الرئيس الموريتاني حاولنا معه الشيء اللي قمنا به، انا ما ندمش عليه لان قمنا به الشعب الموريتاني. لان في المؤتمر الاخير اللي عملوا مثلا واش بدا يتكلم لهم المنجزات نتاع موريتانيا، تاميم الميفيرما، تكوين عمله وطنيه لوبيه، الخروج من منطقه الفرنك، نظروا الجماعه قالوا له يظهر لي هذو الجزائر ساعدتك فيهم، والواقع يعني الميفيرما هذيك اذا كانوا تقع تاميم تقريبا احنا اممناها اممناها في مكان الرئيس الموريتاني يبقى له، والا خذا القرار السياسي ويستغلوا سياسيين قدام الناس وقدام الشبيبه نتاعو، لان الشبيبه على كل حال كانت عنده شبيبه خلقت له مشاكل كثيره، شبيبه يساريه. قال لي واش رايك؟ قلت له يا راجل امن عليك ما يعملوا حتى حاجه، الظروف السياسيه قلت له مليحه، فرنسا واش تقدر تعمل؟ قلت له هاو اللي نظر المشكل الفلاني والمشكل الفلاني والمشكل الفلاني فرنسا ما تقدرش تتحرك. مسألة السوق عيطت للبلعيد عبد السلام قلت له اعمل لي دراسه مع السونارام باش تشريو عليه الحديد اذا كان ما تباعش، حتى ولو نقص احنا مليون ولا زوج مليون من الحديد نتاعنا، هذه معركه ومعركه لازم نقف بجنبها. الفلوس قلت له نضمنك 6 شهور، العمال نتاعك نتاع الزويرات يخلصوا 6 شهور. ما نقولش الكلام هذا يعني هبان، انا عندي الاخر الدراسه راها موجوده عندي في الارشيف نتاع الرئاسه وفي الارشيف نتاع وزاره الطاقه والصناعه. قضيه اللوبيه هذه العمله الوطنيه قلت له اعمل عمله وطنيه ما فيش مشكله. مصطفاي نتاع البنك المركزي روحوا سالوا اي واحد منكم، الموظفين اللي هما ناس مشرفوا على العمليه اللي طبعوا الاوراق واللي نظموا الكيفيه كيفاش لان هذو اخواننا مازالوا على كل حال بدائيا ما عارفين هالمشاكل نتاع العمله كيفاش تصير خلاص. وراحوا تم ونظموها حتى على كل حال تمت وقالوا خرج من المنطقه نتاع الفرنك وغيره. لما جاء حتى يستغلم امام الشعب نتاعو في المده الاخيره، يعني فيه ناس اللي قالوا له يا راجل وقيل فيه ناس اللي ساعدوك واللي راك بديت انت ماناش عارفين علاش راك ناسيهم في هذا. نقول الكلام هذا باش العمال والشبان وكل الاعضاء نتاع الحزب يفهموا مليح هذا. المسائل لازم تمشي على كل حال. هذه المسائل غدوه في اللقاءات لازم تطلع ولازم تطلبوا الحساب من كل الخيانات هذه نتاع بعد نرجع لهذا مغرب الدول هذا ومغرب الامبراطور والملك هذا بالنسبه لي انا انتهى. اذا مع الرئيس
الموريتاني، حاولت معها مرتين مرتين. اخر مرة كان في بشار، استعملت كل الحجج، لا حياة لي من تنادي. قبل ما يجي البشار كنت بعت له الاخ سي احمد بده يروح يشوف هالسيد هذا اذا كان في استعداد نشوفه. جاء قال لي في استعداد، وحقا كان لما وصل للجزائر وكذا الملك المغرب يا طالي بعث له قال الخبزه راه طيبه، ماذا بيك تاخذ حقك حتى انت من الخبزه هذيك، رد بالك. عييت كلمت كذا الى اخره، في النهايه سالته قلت له علاش جيت مصر؟ انت على الرؤساء في العاده يتلقاو باش يتفقوا على شيء، او اللي ما يتفقوش عليه اليوم كان نقدر نتفق عليه في 3 اشهر او عادة يعني. حتى ولو زوج نتاع العدالة ما يتلاقاو، يتلاقاو اللي عمل شيء، ما يتلاقاوش اللي عمل لا شيء. في النهاية سألته قلت مانيش عارف انا الحلالي، مانيش عارف واش جيت. بالنسبة اسبانيا حاولنا كذلك يعني المحاولات كثيرة، لكن في النهاية المحاولات نتاعنا ما أداش بنتيجة، لأنها كانت محاولات لا يمكن أن تنجح، لا يمكن أن تنجح، لأن الهدف نتاع الغربيين هو تقويت يعني خلق الشروط لنجاح هذا المملكة الجديدة اللي تنشأ بعد مدة طويلة من الغياب نتاعها، لتؤسس بعد مدة طويلة في اسبانيا، وانقاذ مملكة اخرى وتدعيمها الا وهي المملكة المغربية. لدرء الخطر ول يعني حصار كذلك، او للمحافظة على الاستراتيجية اللي تدخل في الخط نتاع الناتو وغيره. ما يجري في البرتغال نظام التقدمي، في الجزائر مشاكل انغولا، مشاكل انغولا، الصراع الغربي السوفيتي اللي موجود الان، صراع واضح من جهة يعني صراع متزعم.